ممكن ادخل عند المدير يا السيد المدير مشغول. علي انا هالحركات يبعث لك حمى من بين السكرتيرات. هالحجج ما بتمشي علي، بتمشي على غيري. فهمتي ولا لا؟ نسيتي اني انا كنت قاعده مع لك هون؟ لا ما نسيت. رجعي حبيبتي رجعي، اهلا وسهلا. اصلا انا هالشغله كلها مو عاجبتني. والله انا بعرف اللي ما بتعجبه شغله بيحل عنها بيتركها. بس مو بايدي هالشغله، بتعرفي ليش؟ ليش؟ المدير ما عم يرضى. ليش ما عم يرضى؟ لانه قال ما بيبدل غزلانه بقرود. هو هيك قال؟ روح اسألي. ما بدي اساله، كذاب. عم تقولي عن المدير كذاب؟ ايه كذاب وستين كذاب كمان، لانه بدل غزلانه بقرود. انتي غزاله انتي. شوفي ولا ورده، ليس الجمال باسواب تزيننا، وانما الجمال جمال العلم والادب. انت بتفهمي بالفن شيء؟ لا. بتفهمي بالادب شيء؟ ابدا. عندك موهبه تمثيليه، سينمائيه، مسرحيه، دوبلاجيه، اذاعيه؟ نهائيا نهائيا. ايه ها، لك عن انت القرب مو انا. قال لو لعلبة تنكي الحالة بتبكي. نلحي. ادخل. اهلين انسة امل. اهلين استاذ جميل. انا كنت جاية مشان يعني انا ما كنت عارفه انك مشغول هالقد، فكرت القرود عم يكذبوا. مين هدول القرود؟ بعدين بحكي لك. لا هلا بدك تحكي لي مين هدول القرود. استاذ اول قلي انا مين بشبه، الغزلان ولا القرود؟ ايه من نظارات لشو؟ طبعا القرود. فشلوا القرود يكونوا مثلك. استاذ يا ريت تفهمني هالقرده ورده برا هالحكي. ايه مو على عيني يا غزال، تكرم عينك. قولي لي لشوف شلون جاهزيتك للتصوير. انا على طول جاهزه يا حبيبي. أنسة أمل لسه ما بلشنا التصوير، وقفي منيح واحكي عن بعد عن بعد. خلينا نعمل بروفا أستاذ، دخيل عينك. لك بنعمل بروفا قبل التصوير خلص. شو المشهد اللي بدنا نساويه أستاذ؟ شوفي كان عندي الأستاذ وسيم ولا فهمني إياه، المشهد اللي بدنا نساويه ارتجالي، أنت شلونك بالارتجالي؟ أنا كثير بحب الارتجالي، إلى حسب معك كلام بعمره كاتب سيناريو ما حكى. إيه ماشي، بس بالأول لازم فهمك شو طبيعة المشهد. فهمني. إيه زيحي شوي لأعرف فهمي. فتحي لي مخك يا زرافة وفهمي علي شو راح قلي.